أكثر من 4 ساعات يومياً يقضينها في هذا المركز النسوي للتدريب في مدينة صنعاء القديمة لحياكة أحزمة الجناب اليمنية التي يستغرق صناعة الواحد منها نحو شهر كامل. أفراح محمد إحدى المتدربات التي أضحت هذه المهنة ونقوشها المتشابكة والمعقدة مصدر دخلها وعائلتها. أشتغل بحياكة الحزام لي 15 سنة والحمد لله لقيت منه فائدة ودخل، يعني ساعدني دخل بسيط لكن لا بأس به بسبب المنتجات التي جت من الصين، يعني ضربت الشغل اليمني، ضربت الأشغال اليدوية. تشكل حياكة أحزمة الجناب التقليدية دخلاً اقتصادياً للمرأة اليمنية من جهة، وحفاظاً على التراث من الاندثار من جهة ثانية. 36 عاماً وعمر المركز الوطني النسوي للحرف والمشغولات اليدوية بصنعاء القديمة. الآلاف من النساء تدربن في هذا المركز على تطريز أحزمة الجناب والكثير من الحرف اليدوية الأخرى، وخرجنا مباشرة إلى سوق العمل. المركز النسوي يحتوي على عدة أقسام، ومنها قسم التطريز الحرير، قسم التطريز الذهبي والحذاء والنسيج والكروشية والخياطة. غرفة العرض هذه تحوي ما تقوم النساء بحياكته، إلا أن استمرار الحرب والظروف الاقتصادية المتردية وانقطاع مجيء السياح إلى اليمن ساهم في قلة الإقبال على هذه المشغولات اليدوية. نبيل اليوسفي، الحرة، صنعاء.